پڑھیں بیٹے بسم اللہ, آپ سب اسی طرح پاس انفاظ میں ذکر کریں. یا نور العين یا طه الزين, یا نور العين یا طه الزين, اشفع لي غدا عند الله خلقي كلهم, مولاي صلي وسلم
قائم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، 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 واحل لنا ما مضى يا واسع الكرم.